بسم الله الرحمن الرحيم. معالي هولنز هاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سعادة البروفيسور كوستانتينوس ماسيلو رئيس هيئة الاتصالات والبريد اليوناني، سعادة الدكتور حمد الرواحة الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات العمانية، سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال مدير عام هيئة الاتصالات البحرينية، سعادة المهندس ماجد المزيد نائب المحافظ لقطاع التقنية والبنية التحتية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المملكة العربية السعودية، حضرات السادة المسؤولين والخبراء والمتحدثين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في افتتاح مؤتمر الإمارات للجيل الخامس، وأرحب بالضيوف الأعزاء الذين شرفونا بحضورهم من خارج الدولة، كما أرحب بالخبراء والمتحدثين الذين يمثلون القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكر الحضور الكريم على اهتمامهم بفعاليات هذا المؤتمر، ولا أنسى توجيه الشكر إلى الإعلاميين الأفاضل للدور الحيوي الذي يؤدونه ليس في تغطية هذا الحدث فحسب، وإنما في تسليط الضوء على الجيل الخامس ونشر التوعية الحقيقية فيما يتعلق بهذه التقنية. وبعد، لماذا نعقد مؤتمر الإمارات للجيل الخامس ونحن على أعتاب عام 2020؟ يعود بي هذا السؤال إلى العام 1992، عندما ظهر ما يسمى بالجي اس ام الذي يمثل الجيل الثاني، حيث استضافت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مؤتمر يشبه مؤتمركم الكريم هذا، وكان موضوعه هو استشراف آفاق النظام الجديد للهواتف المتحركة. في ذلك الوقت كانت الأسئلة المركزية بالنسبة للمشغلين في قطاع الاتصالات تتمحور كما هو اليوم حول الآفاق المستقبلية والتحديات وانعكاسات التقنية الجديدة على أرض الواقع وأثرها في حياة الناس ودورها في تطوير القطاعات المختلفة. وفي واقع الحال فإن ذلك المؤتمر ما كان فقط ملتقى للإجابة على تلك الأسئلة، إذ كان تدشيناً لمرحلة جديدة، حيث تمكنا في الفترة نفسها من استيعاب تقنية الجيل الثاني بسرعة. فكانت الإمارات هي من الدول الأولى في المنطقة التي تطلق منظومة هاتف متحرك متكاملة في ذلك الوقت. لقد كانت تلك الخطوة منسجمة مع سياق عام لمسيرة قطاع الاتصالات منذ تأسيس اتحاد الإمارات في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، فقد حظي القطاع باهتمام مبكر من قيادة الدولة. وعلى سبيل المثال، كان الحصول على خط هاتفي في مطلع الثمانينيات يستغرق ساعات قليلة في دولة الإمارات، بينما يحتاج إلى عام أو عامين في بعض دول المنطقة. وعندما طبقنا الجيل الثاني في عام 1992، كانت أعيننا مفتوحة على ما بعد تلك التقنية، وما انحل عام 2003 حتى تمكنا من تدشين الجيل الثالث، وبدأنا في الوقت نفسه الاستعداد لمرحلة جديدة لم تكن واضحة المعالم في ذلك الوقت، وهي مرحلة إنجاز شبكة الفايبر على نطاق شامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا شخصياً التقيت مع المدير الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات في ذلك الوقت، كان في انقسام في مجلس الإدارة للشركة بين أن هذا الاستثمار طويل الأمد وأنه استثمار غير مجدي، وبين فريق كان فعلياً له نظرة مستقبلية ودعم هذا القرار بشكل عام. فشكراً للاتصالات على تطوير هذه البنية التحتية، بحيث أننا
لم نجد صعوبة تذكر في استقبال الموجة الجديدة في عام 2011، فقد كانت شبكة الفايبر هي العنصر الحاسم في دخولنا السلس إلى عصر الجيل الرابع. ومن هنا يتضح اهتمامنا بعقد أول مؤتمر في المنطقة حول الجيل الخامس، وهو مؤتمركم الكريم هذا الذي يصدق فيه القول ما أشبه اليوم بالبارحة. إننا اليوم لا نكتفي بالاستعداد لتعزيز موقعنا في نادي الجيل الخامس، بل إن عيننا مفتوحة لاستشراف ما يأتي بعد الجيل الخامس، مدركين أن الزمن يتطور ويتغير بسرعة مضطردة، وأنه إذا كان كل جيل قد يحتاج إلى 10 سنوات لكي يتبلور، فإن الجيل القادم أو ما يسمى بالجيل السادس قد لا يتطلب هذه المدة. وقرأنا في وسائل الإعلام بأن فعلياً دولة من الدول تقوم بتجربة الجيل السادس حالياً، لكن ولكي يكون موضوع هذا الجيل السادس موضوعاً للحوار والنقاش في ملتقى آخر، نتمنى أن نكون جميعاً من الحاضرين فيه. اليوم أيها السادة نريد أن نضع النقاط على الحروف، فقد أصبحت عبارة الجيل الخامس من العبارات المثيرة للكثير من التكهنات والسيناريوهات والوعود والتحذيرات، وأصبح العارفون وغير العارفين يدلون بدلوهم مستفيدين من الانتشار الواسع لمنصات الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي. بعضهم يرسم صورة وردية لمستقبل إنساني زاهر، وآخرون يبثون الخوف والرعب فيما يتابع الناس هؤلاء وأولئك، باحثين عن معلومة ذات مصداقية تروي ظمأهم وتشبع فضولهم. من خلال هذا المؤتمر نريد أن يسمع الناس ما يقوله أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولين حول هذا الأمر. نريد التأكيد على أن للجيل الخامس خبرائه القادرين على تقديم الإجابة حول كل ما يدور في الأذهان من هواجس. وبالنسبة إليكم معشر الخبراء والمختصين، أردنا أن نقول أنه عندما يتعلق الأمر بمستقبل قطاع الاتصالات وبانعكاسات الجيل الخامس على حياتنا، فأنه لا يفتى وأنتم في المدينة. نتطلع أن يكون مؤتمر الإمارات للجيل الخامس منبراً لكل النقاشات والآراء المستندة إلى حقائق علمية وعملية بشأن الأثر المحتمل لتطبيق الجيل الخامس على الصحة، البيئة، الأمان الاجتماعي والخصوصية. فمثلاً، هل سيكون للجيل الخامس سبباً آخر من أسباب القلق على صحة الإنسان كما يشاع اليوم في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل لشبكة الجيل الخامس وتردداتها أضرار بيئية؟ ماذا عن هواجس الأمن والأمان في عصر تتدفق فيه البيانات بين آلاف بل ملايين من الأجهزة بسرعة تفوق سرعة الجيل الرابع بعشرات المرات؟ ثم ماذا عن الآفاق والوعود التي يحملها الجيل الخامس والتطبيقات المرتبطة به كالواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء والأجهزة الملبوسة والمركبات ذاتية الحركة والحوسبة الكمومية كوانتم كومبيوتينج وغيرها؟ كيف سيؤدي ذلك إلى تغيير أنماط حياتنا وسلوكنا؟ إننا أيها السادة من المؤمنين بالمستقبل وبأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان وتطلعاته نحو الحياة الكريمة والتنمية المستدامة والسعادة. لذا نؤكد على أننا قطعنا شوطاً مهماً في إرساء دعائم الجيل الخامس بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، حيث أطلقنا استراتيجية وطنية للجيل الخامس، وبدأ مزودو خدمات الاتصالات لدينا في تطبيق الجيل الخامس على نطاق تجاري
وبخطى حثيثة ومدروسة مستندين إلى مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي انعقد في جمهورية مصر العربية، والذي تمخض عن تخصيص عدد من النطاقات الترددية للخدمات المتنقلة الدولية. السادة الكرام، من المؤكد أنكم تتفقون معي على أننا على أعتاب حقبة جديدة عنوانها السرعة الفائقة المدعومة بالجيل الخامس. وقد أشارت دراسات عديدة صدرت حديثاً على أن الاقتصاد العالمي سيكون الميدان الأبرز لهذه التقنية. فالاقتصاد للجيل الخامس بحسب إحدى الدراسات المنشورة مؤخراً سوف يعمل على تثوير الصناعة والزراعة والمجالات الحيوية الأخرى بما قيمته 12 تريليون دولار، مما يسهم في نمو الناتج القومي العالمي بنحو تريليوني دولار. وبخلاف ما يشاع عن الأثر السلبي على القوى العاملة، فإن الجيل الخامس بحسب الدراسة سيخلق ما يزيد على 22 مليون فرصة عمل جديدة. كل هذه الدراسات والأرقام والأسئلة بحاجة إلى نقاش علمي من أجل تبديد القموض المرتبط بالجيل الخامس وجعله أمراً مفهوماً وواضحاً بالنسبة للناس العاديين. وهذا ما سيقوم به مؤتمركم الكريم، وأنني على ثقة بأنكم ستنجحون في هذه المهمة، فكل واحد منكم لديه من الخبرة والدراية في مجاله ما يكفي لإنارة الطريق نحو المستقبل الرقمي الذي ننشده. ختاماً، لا يفوتني توجيه الدعوة لكم جميعاً إلى إكسبو 2020 لكي تعيشوا تجربة غير مسبوقة تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، علماً بأن إكسبو 2020 سيكون أول كيلو متر مربع يطبق الجيل الخامس تطبيقاً تجارياً كاملاً بنسبة 100%. فأهلاً وسهلاً بكم هناك وفي كل مكان على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. أكرر ترحيبي بكم وتمنياتي لكم بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.